السلام عليكم. اليوم غادي نتكلم على مقاتل كيك بوكسين المغربي إلياس بولعيد الذي سيبدأ مغامرة جديدة في الـMMA وبالضبط في منظمة بيلاتور. وهو الآن يتدرب على الـMMA في إيرلندا وهولندا بالضبط. وقال إلياس أنه يتدرب مع أصدقاء ومدربي كونور ماكغريغور، وطلب منه أن يلعب ضد كونور ماكغريغور في تدريبات، وقال لهم نعم لا مشكل، وهو يطمح أن يصبح بطل في البيلاتور مع العلم أنه جد صغير في السن، فهو في عمره 24 سنة فقط. وحقق إلياس العديد من الألقاب في الكيك بوكسينج، وله عدد كبير من النزالات والتي فاز فيها ب 157 مرة. سئل إلياس عندما يريد يوما من الأيام أن يلعب ضد صديقه جرايا، فقال لا ألعب ضده، فهو كأخي، فنحن نتدرب جميعا وفي مدرسة الرياضة فقط، ننازل بعضنا البعض ولكن هذا في التدريبات فقط. وكان يحضر العديد من الناس لتدريباتنا ليروا نزالنا في التدريبات. كانوا يسألون إذا كنا نكره بعضنا البعض لأنهم كانوا يروا مباراة حقيقية جد عنيفة، ونحن كنا نقول لهم أننا نفعل هذا للتعلم فقط ومن أجل الاحتراف، ونحن كالإخوة ولن سنلعب أبدا ضد بعضنا البعض من أجل المال، ولو إذا فعلنا ذلك فسنحس كأننا نبيع أنفسنا. وتكلم إلياس بولعيد عن نزاله القادم في البيلاتور، وقال أن النزال سينتهي بالضربة القاضية، وهو سيستعمل تكتيكاته في الكيك بوكسينج وأيضا المصارعة، فهو يتدرب الآن يوميا على المصارعة. فسئل إلياس من يمكنه أن يفوز، أنت أم روبن فان روزمالن؟ هذا الأخير هو بطل كبير، الأخير يوجد أيضا في البيلاتور. فقال إلياس نعم أنا سأفوز بهذا النزال إذا لعبنا ضد بعضنا البعض. والسلام عليكم، وما تنسوا تابونيو. بارك الله فيكم.